أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع، حا، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، واللفظ له. حدثنا أبي وأبو معاوية ووكيع. قالوا: حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب، عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما ثم يكون في ذلك علقه مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغه مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. حدثنا عثمان بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم كلاهما عن جرير بن عبد الحميد، حا، وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عيسى بن يونس، حا. وحدثني أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع حا وحدثناه عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بن الحجاج كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد قال في حديث وكيع: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة وقال في حديث معاذ عن شعبة أربعين ليلة أربعين يوما وأما في حديث جرير وعيسى أربعين يوما حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول يا رب أشقي أو سعيد فيكتبان فيقول أي رب أذكر أو أنثى فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال وكيف يشقى رجل بغير عمل فقال له الرجل أتعجب من ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله اليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا رب اذكر ام انثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب اجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده، فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، أخبرنا أبو عاصم، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أن أبا الطفيل أخبره أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: وساق الحديث بمثل حديث عمرو بن الحارث. حدثني محمد بن احمد بن ابي خلف، حدثنا يحيى بن ابي بكير، حدثنا زهير ابو خيثمه، حدثني عبد الله بن عطاء ان عكرمة بن خالد حدثه ان ابا الطفيل حدثه قال: دخلت على ابي سريحة حذيفة بن اسيد الغفاري. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم باذني هاتين يقول ان النطفه تقع في الرحم اربعين ليله ثم يتصور عليها الملك قال زهير حسبته قال الذي يخلقها فيقول يا رب اذكر او انثى فيجعله الله ذكرا او انثى ثم يقول يا رب اسوي او غير سوي فيجعله الله سويا او غير سوي، ثم يقول يا رب ما رزقه؟ ما اجله؟ ما خلقه؟ ثم يجعله الله شقيا او سعيدا. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثني ابي، حدثنا ربيعه بن كلثوم، حدثني ابي كلثوم عن ابي الطفيل، عن حذيفه بن اسيد الغفاري، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ملكا موكلا بالرحم اذا اراد الله ان يخلق شيئا باذن الله لبضع واربعين ليله ثم ذكر نحو حديثهم حدثني ابو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك ورفع الحديث انه قال ان الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا فيقول اي رب نطفه اي رب علقه اي رب مضغه فاذا اراد الله ان يقضي خلقا قال قال الملك اي رب ذكر او انثى شقي او سعيد فما الرزق فما الاجل؟ فيكتب كذلك في بطن امه. حدثنا عثمان بن ابي شيبه وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم واللفظ لزهير. قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا جرير عن منصور عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن عن علي قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة، فنكس، فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: «ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة، إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار». والا وقد كتبت شقيه او سعيده قال فقال رجل يا رسول الله افلا نمكث على كتابنا وندع العمل فقال من كان من اهل السعاده فسيصير الى عمل اهل السعاده ومن كان من اهل الشقاوه فسيصير الى عمل اهل الشقاوه فقال اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور بهذا الإسناد في معناه وقال فأخذ عودا ولم يقل مخسره وقال ابن أبي شيبة في حديثه عن أبي الأحوص ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش حا وحدثنا أبو كريب واللفظ له حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به فرفع راسه فقال ما منكم من نفس الا وقد علم منزلها من الجنه والنار قالوا يا رسول الله فلم نعمل افلا نتكل قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله فسنيسره للعسرى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور والأعمش أنهما سمعا سعد بن عبيدة يحدثه عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير حا وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر، قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأنّا خلقنا الآن فيما العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير قال ففيما العمل قال زهير ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال، فقال: «اعملوا فكل ميسر». حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عامل ميسر لعمله حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن يزيد الضبعي حدثنا مطرف عن عمران بن حسين قال قيل يا رسول الله اعلم اهل الجنه من اهل النار قال فقال نعم قال قيل ففيما يعمل العاملون قال كل ميسر لما خلق له. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث، حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، وابن نمير عن ابن عليا، حا، وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا جعفر بن سليمان، حا، وحدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه كلهم عن يزيد الرشك في هذا الاسناد بمعنى حديث حماد وفي حديث عبد الوارث قال قلت يا رسول الله حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عزره بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدئلي قال قال لي عمران بن الحصين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكتحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم قال فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فقال لي يرحمك الله: إني لم أرد بما سألتك إلا لأحزر عقلك. إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ارايت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه اشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق او فيما يستقبلون به مما اتاهم به نبيهم وثبتت الحجه عليهم فقال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس وهو من اهل النار وان الرجل لا يعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنه حدثني محمد بن حاتم وابراهيم بن دينار وابن ابي عمر المكي واحمد بن عبده الضبي جميعا عن ابن عيينه واللفظ لابن حاتم وابن دينار قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو عن طاووس قال سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى فقال موسى يا ادم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده. أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى فحج آدم موسى. وفي حديث ابن أبي عمر وابن عبده قال أحدهما خط وقال الآخر كتب لك التوراة بيده. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحاج آدم وموسى. فحج ادم موسى فقال له موسى انت ادم الذي اغويت الناس واخرجتهم من الجنه فقال ادم انت الذي اعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته قال نعم قال فتلومني على امر قدر علي قبل ان اخلق حدثنا إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري حدثنا أنس بن عياض حدثني الحارث بن أبي ذباب عن يزيد وهو ابن هرمز وعبد الرحمن الأعرج قال سمعنا أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما فحج ادم موسى قال موسى انت ادم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته واسكنك في جنته ثم اهبطت الناس بخطيئتك الى الارض فقال ادم انت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه واعطاك الالواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراه قبل ان اخلق قال موسى باربعين عاما قال ادم فهل وجدت فيها وعصى ادم ربه فغوى قال نعم قال افتلومني على ان عملت عملا كتبه الله علي ان اعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحج آدم موسى. حدثني زهير بن حرب وابن حاتم قال، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه. ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق. فحج آدم موسى. حدثني عمرو الناقد: حدثنا أيوب بن النجار اليمامي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، حا. وحدثنا ابن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديثهم. وحدثنا محمد بن منهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن ابي هريره، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحو حديثهم. حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح، حدثنا ابن وهب، اخبرني ابو هانئ الخولاني. عن ابي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه، قال: وعرشه على الماء. حدثنا ابن ابي عمر، حدثنا المقرئ، حدثنا حيوه حا وحدثني محمد بن سهل التميمي، حدثنا ابن ابي مريم، اخبرنا نافع يعني ابن يزيد، كلاهما عن ابي هانئ بهذا الاسناد مثله، غير انهما لم يذكرا وعرشه على الماء. حدثني زهير بن حرب وابن نمير، كلاهما عن المقرئ، قال زهير: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ. قال حدثنا حيوه: أخبرني أبو هانئ أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك حدثني عبد الأعلى بن حماد قال قرأت على مالك بن أنس حا وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك فيما قرأ عليه عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قال: حدثنا وكيع عن سفيان. عن زياد بن اسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن ابي هريره قال جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر انا كل شيء خلقناه بقدر حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد واللفظ لاسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال ما رايت شيئا اشبه باللمم مما قال ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب على ابن ادم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال عبد في روايته ابن طاووس عن أبيه: سمعت ابن عباس. حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا أبو هشام المخزومي، حدثنا وهيب: حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محاله فالعينان زناهما النظر والاذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه حدثنا حاجب بن الوليد حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري اخبرني سعيد بن المسيب عن ابي هريره انه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول ابو هريره وقراوا ان شئتم فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الآيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى حا وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد وقال كما تنتج البهيمة بهيمة ولم يذكر جمعا حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ثم يقول: "اقرأوا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله". ذلك الدين القيم حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودانه وينصرانه ويشركانه فقال رجل يا رسول الله أرأيت لو مات قبل ذلك قال الله أعلم بما كانوا عاملين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد في حديث ابن نمير ما من مولود يولد إلا وهو على الملة، وفي رواية أبي بكر عن أبي معاوية، إلا على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه. وفي رواية أبي كريب عن أبي معاوية، ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يولد يولد على هذه الفطره فابواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون الإبل، فهل تجدون فيها جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا يا رسول الله: أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل إنسان تلده أمه على الفطرة، وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه، فإن كانا مسلمين فمسلم، كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها. حدثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب: أخبرني ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام، أخبرنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب حا، وحدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل وهو بن عبيد الله. كلهم عن الزهري بإسناد يونس وابن أبي ذئب مثل حديثهما. غير أن في حديث شعيب ومعقل سئل عن ذراري المشركين. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين من يموت منهم صغيرا، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن رقبة بن مسقلة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن العلاء بن المسيب: عن فضيل بن عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت توفي صبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. قال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن طلحة بن يحيى حا وحدثني سليمان بن معبد حدثنا الحسين بن حفص حا وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا محمد بن يوسف كلاهما عن سفيان الثوري عن طلحة بن يحيى بإسناد وكيع نحو حديثه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله، أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار، أو عذاب في القبر، كان خيرا وأفضل. قال وذكرت عنده القردة، قال مسعر، وأراه قال: والخنازير من مسخ، فقال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك. حدثناه أبو كُريب حدثنا ابن بشر عن مسعر بهذا الإسناد، غير أن في حديثه عن ابن بشر ووكيع جميعا من عذاب في النار وعذاب في القبر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحجاج بن الشاعر واللفظ لحجاج قال اسحاق اخبرنا وقال حجاج حدثنا عبد الرزاق اخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن معرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال قالت ام حبيبة اللهم متعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبابي ابي سفيان وباخي معاويه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انك سالت الله لاجال مضروبه واثار موطوءه وارزاق مقسومه لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله ولو سالت الله ان يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك قال فقال رجل يا رسول الله القرده والخنازير هي مما مسخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل لم يهلك قوما او يعذب قوما فيجعل لهم نسلا وان القرده والخنازير كانوا قبل ذلك حدثنيه أبو داود سليمان بن معبد حدثنا الحسين بن حفص حدثنا سفيان بهذا الإسناد غير أنه قال وآثار مبلوغة قال ابن معبد وروى بعضهم قبل حله أي نزوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعه بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان